أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأول كرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خاض أول تدريباته الجماعية على استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي هتقام في كوت ديفوار وهتنطلق 13 يناير الجاري. كمان خاض لاعبو الفراعنة تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة فيتوريا اللي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران الأول في المعسكر واللي هيستمر حتى السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل. مسؤول اتحاد الكرة أكدوا أن مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 بين الأهلي والزمالك هتقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائي وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح. معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران على ملعب النادي واتكلم عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد بأفضل شكل ممكن خلال فترة التوقف الدولي الحالي. أما شيكابالا فخاض مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية داخل إطالة الجيمنيزيوم ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. والفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب استأنف تدريبات واستعدادا لمباراة كأس الرابطة اللي بيستهلها الفريق بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 يناير الجاري. أدى الفريق ميرانو بعد الحصول على راحة لمدة يومين وحرص المدير الفني عقد اجتماع مع الجهاز المعاون لوضع خطة للإعداد للفترة المقبلة كما عقد جلسة مع اللاعبين قبل الميران. المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي بيخوض المرحلة الأخيرة حالياً من برنامجه التأهيلي على استاد التتش واقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الكتف. نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد لاعبه السنغالي باب ماتر سار بعد عقد طويل الأمد بعد تألقه هذا الموسم حيث سيستمر مع الفريق حتى عام 2030. الأسباني فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو فاز بجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر المنتهي بالدوري الأسباني خلال الموسم الجاري وقدم فالفيردي أسفا أتلتيكو بلباو للمركز الخامس في جدول الدوري. نادي بيرمنغهام سيتي أعلن بشكل رسمي إقالة مدربه وين روني بعد 15 مباراة فقط من تولي قيادة الفريق في منتصف أكتوبر الماضي وده بعد تراجع الفريق من المركز السادس في دوري القدم بالجهاز للمركز الـ20. فريق اي سي ميلان اتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه الكبير على فريق كياري بنتيجة 4-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب سانسيرو في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا. كده خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا هالة على الجولة الرياضية.